يلا واحد جوج ثلاثة قال النادي السلام عليكم الخوت ومرحبا بكم في فيديو جديد. عارف راسي غبرت عليكم بزاف ناني شحال دابا باش ما لحقتش لهم فيديو 18 يوم اخوتي ما لحقتش لكم فيديو 18 يوم ما لحقت لكم حتى فيديو اوكي دابا ان شاء الله غنلوح لكم فيديو ناضي كناضي شي حاجه واعره سبيسيال العشران شي حاجه حمقه لو ما تنحشمش انا جبالي والفكره ديال هذا الفيديو هذا غتكون حمقه ديال بصح واللي هي غندير سكيت بورد بالكلب. غتقول لي كيفاش البلان ديال سكيت بورد والكلب وداك الشيء؟ غنقول لك ديجا داير فيديو على هذا البلان هذا بسط مفروح دخل الديسكريبشن وغتلقاه فيديو حمق من الاول حتى الاخر الفيديو باش تعرف هذا لاكتيفيتي كيفاش غدوز والتجربه هذه. وعندي لكم في الاخر الفيديو اولا الوسط الفيديو واحد المفاجاه اصغر مولوع مربي كلبه مالينو مدريسيها ناديه راسه وباقي صغير. داك الشيء علاش ما كرهناش نوصل هذا الفيديو هذا اكبر عدد ديال لي لايك وما كرهناش نوصلوا ل 10000 لايك اخوتي في اقل من 24 ساعه. نعول عليكم العشران ويلا نبداو الفيديو. وباش نديروا التجربه هذه غادي خصنا بنوه وسكيطه. هذه هي السكيطه ديالنا كما كتشوفوا داكشي متواضع انت اوكي ناضي كناضي ولكن من هذا الشيء الشيء كيفاش دايره غنخرج لكم العجب في هذا الفيديو ان شاء الله. او بنوه بنوه مازال مصبوغه وكذا مستيكه. والحاجه الثانيه اللي غيخصنا واللي هي كلب باش يجرنا. اول كلبه معانا واللي هي رينا. هاي اخوتي اللهم بارك رينا تبارك الله 20 عمر بي ايه صوت وي اس اس ما كتعرفوها كاملين اخوتي ديني متلاش معايا الفيلم قصر اش يا نو نو ستوب ستوب راه غنجلس على اش سيس يا الكلبة الثانية واللي هي كالي. هاي اخوتي كما كتشوفوا متوريهمش ارسل وسط الفيديو للاخر عاد غادي تشوفوا هاد الكليبة تبارك الله ومولاه هو امير كما كتشوفوا ها هو طارق المريول مولسكياخ. المهم اخوتي دابا غنبداو التجربه ديالنا فلوغ غيدوز واعر ناشط ماشط غنبداو بكالين هي الاولى غيكون الفيديو مسطي كما كتشوفوا اخوتي ركبنا الكلبه السمطه الصدريه كلشي ناضي اوريغل ودرت البنوه بنوه اخوتي كنديرها باش نشد الكليبر ديالي وما نطيحش. دابا يلا نطلقوا غيكون فلوغ حماسي مسطي امين دابا هاد الحال براد وعفاض عسل وعفاض عسل جماد الحال برد. المهم خوتي قول لي كي جاتكم في لي كومونتير كاري خويا كان شنو غدير؟ لا غدير جوج ثلاثة راح اجيب الدار سيزان ها يا خويا المهم اخوتي كيما شفتوا جربنا كالين صراحه كالين كانت ناضيه ها هو مولاها امين تا هو راه ناضي ودابا غادي نجربوا رينا. زكريا خويا انت غادي تجرب هاد لاكتيفيتي شوف وغتجربها معنا يلا سير شوف عندك عندك راه كيوعى هذا. هاي رينا اخوتي رينا وجدي لي راسك يلا الدراري هو الاول غيبدا برينا حيد له الصدرين غدير بكالين يلا سير. المهم اخوتي دابا زكريا غادي يدير بكالين يلا بين لي الناني اول مره غندير يلا بين لي يلا واحد جوج ثلاثة قال النادي واش طلقتيها اخويا وانت مسطي مالك اصاحبي واش طلقتيها واش طلقتيها يلا سير عاود عاود طيح طيح كمل كمل يلا سير عندك الناني قال زكريا ناري عندك عندك علاش اصاحبي كطلق انا راه مولف صاحبي بحالك ترى ديجا درتيها انا ديجا مجربه اول مره كي جاتك واحد الاحساس ناضي في اللينك السرعه السرعه اللهم بارك. ودابا اخوتي غادي نديرو رينا. المهم اخوتي دابا رينا غادي نجربوها رينا كبر من الكانين كما كتعرفوا ورينا اخوتي غتبع الموتور ما غتبعش لوجي ولا شي واحد. المهم خليكم معانا شوف انا خايف ديال بصح علاش حيت رينا مجهده لا شيء بالله بويسه يا سبي هاي العواقب
الطيرة نعاودها سيدي. ها سيرينا علينا واحد جوج شنو الاحساس ديالك على هاديك؟ ترى كنحس براسي خرجت واحد الطاقة ديك الخلعة الحياة مطقة. يلا كما شتو اخوتي لاكتيفيتي الحمد لله دازت بخير وعلى خير. قول لي كيف جاكم داكشي في لي كومونتير. صراحة واحد احساس واحد الشعور ما يمكنش اخوتي. دابا غادي نوريكم الكلبة اللي قلت لكم ديال اصغر مولوع في المغرب. هو اخوتي امين ولا غيوريكم قول لهم على كالين شحال عندها. واش كالين دايره كاع لي فاكسان ديالها؟ عمر شي واحد دير بالكلام جاو قال كلبتي دايره كاع لي فاكسان. سير خوتي كالين عندها عام صافي تشكلكي مدرسة من صغرها وطلعت شحال هكا حشمان حشمان بارك الله اللهم بارك. يلا دابا ورينا الدريساج يلا ولكن شوف اكسيتي هاو كالين وي امير اللهم بارك تبارك الله نادي نادي رجع رجع وي وي يلا سير 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 شوف 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 ونسخط الوالدين حط كلبه حط كلبه حط كلبه هاجي رين هاجي 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 كيعجبوا لنا في الكلبه هادو اخوتي اش غدير لك دبات دبات كالي فلاي فلاي وي 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 نادي وشجعوا لنا امير وي سلم على امير وي امير وي على كوشي عطاك كوشي كوشي سلم هزي هزي دو لاباط وي هزي قول لها تهز الرجل هز الرجل هز الرجل يلاه هزيها هزيها هز الرجلين هذيك الله وي كاين كاين امير كاين نادي نادي المهم اخوتي كيما شتو اصغر مولوع نادي ندريسي على راسو. المهم اخوتي قولوا لي كيفاش جاتكم الفوم سير المهم اخوتي قولوا لي كيفاش جاتكم المفاجاه اللي درت لكم في الاخر ديال الفيديو. واش عجباتكم الكليبه؟ واش عجبكم الدريساج ديالو؟ كما كتشوفوا الدري باقي صغير وقدر يخدم معاه هذا الشيء وتبع النصائح اللي كنت كنقول ليه ياك تبعتيهم. والكلبه كيفاش طلعات؟ ناضيه. المهم اخوتي حتى هنا كنا وصلنا لافان ديال الفيديو. الا عجبكم الفيديو لايك وما تنساوش دوزوا عندي الانستغرام كنلوح ديري الحمقين شي حاجه مسطيه مالك طارق المريض ها يلا بيس عليكم ان شاء الله.